مو سؤال. طقس متقلب عم يسيطر على اجواءنا للايام اللي جايه، وجونا لبكره غائم صباحا مع امطار متفرقه اعتبارا من الظهر، وبتتساقط الثلوج ليلا على 1000 متر. اما درجات الحراره لبكره فرح تتسجل على الشكل التالي. بنبدا جولتنا مع كار و7 درجات، 13 بطرابلس، 14 بالعاصمه بيروت وايضا بسور. بننتقل لبعلبك مع 4 درجات، ناقص درجتين باللقلوق، 5 بزحله و6 بجزين. نسبه الرطوبه عم تسجل اقصاها على السواحل 80%، رياح اتجاهها جنوبي غربي وعم تسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعه، اما حال البحر فمائج. كيف رح بكفي طقسنا للايام اللي جايه؟ لبكره مثل ما ذكرنا جونا غائم صباحا، واعتبارا من الظهر بيتحول الى ممطر امطار متفرقه، درجات الحراره عم تسجل 14 درجه وبتتساقط الثلوج ليلا على 1000 متر. لنهار الاربعاء بيستمر تاثير المنخفض وبترتفع درجات الحراره ل 16 درجه، وجونا بيبقى ممطر وبتتساقط الثلوج ليلا على 1300 متر، ليستقر بشكل كامل لنهار الخميس ولنهار الجمعه مع ارتفاع بدرجات الحراره ل 19 درجه وجونا غائم جزئيا. هون بنوصل لختام نشرتنا، انا بلاقيكم بكره بنشره جديده، تصبحوا على الف خير.